انحنى محافظ البنك المركزي التونسي شادي العياري أمام عاصفة إقالته في البرلمان، فسبقها بتقديم الاستقالة. قدمت استقالتي من محافظ البنك المركزي لفتح المجال لجيل آخر من المحافظين باش يواصلوا المشوار اللي قام به السيد رئيس الحكومة. ملف المحافظ المستقيل مثقل بعدم الرضا عن أدائه في الآونة الأخيرة. إدراج الاتحاد الأوروبي تونس خلال أسابيع فقط ضمن الملاذات الضريبية وفي قائمة البلدان ذات المخاطر العالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتبر تقصيراً وسبباً في تكثيف المساعي الدبلوماسية لتنقية صورة تونس. كان المفروض أن تونس ما تكونش أصلاً في هذه القوائم، ونحن سنعمل جاهدين مع مختلف الأطراف والدول والأصدقاء الأوروبيين لإخراج بلادنا من هذه القوائم، وحتى تكون تونس الديمقراطية صورتها ناصعة. أمام لجنة المالية بالبرلمان رمى المحافظ المستقيل المسؤولية على الحكومة. أثارت الإقالة جدلاً بين من يعتبرها غطاءً لفشل جماعي ومن يرى أن السياسات الاقتصادية للبنك المركزي في عهد العياري كانت فاشلة. مسؤولية في من حيث متابعة الجمعيات والمنظمات هذه اللي خلقت بعد الثورة واللي تكون عندها شبهة التمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسؤولية من حيث المتابعة والتبليغ بالنسبة للمؤسسات المالية اللي تحال لها بعض الأموال المشبوهة. وقع الضغط عليه من أجل وأنه يقدم الاستقالة بعد ما اتضح الموقف، ويعني قدم معطيات اللي بموجبها يثبت دورة الحكومة وذروع الحكومة في تقصير بين. إسراع الشادي العياري بالاستقالة غير في برنامج جلسة البرلمان المخصصة لإعفائه، فاقتصرت فقط على منح الثقة للمحافظ المعين مروان العباسي. فهل سينجح الوافد الجديد فيما عجز عن فعله المغادر؟ تسعى تونس سريعا إلى محو آثار تصنيفات أوروبية تعتبرها ظالمة. عصفت تلك التصنيفات بمحافظ البنك المركزي على أمل أن تمر بردا وسلاما على اقتصاد يتحسس طريقه للنهوض من أزمة خانقة. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.